لاقية الصاوي حيث فعاليات حوارات مصرية التي تقيمها المؤسسة الأهلية مصر المتنورة بالتعاون مع المعهد السويدي بالأسكندرية، دعوة لعدد من الأحزاب لطرح رؤيتهم في قضايا مختلفة تهم الشأن المصري الداخلي، ثم بعد ذلك جلسات نقاش. لماذا هذه الفعالية في هذا التوقيت؟ هذا ما سنعرفه من المسؤولين عن مصر المتنورة وكذلك المعهد السويدي بالأسكندرية. دكتورة أنيسة حسونة هي المسؤولة عن مصر المتنورة، عايزين نعرف الناس بمصر المتنورة. اوكي، اولا انا مش دكتورة، انيس عصام حسونة، وانا مؤسس مصر المتنورة. دي مؤسسة اهلية مصرية بتعنى باستعادة مفاهيم الاستنارة المصرية اللي هي قادت مصر بيها العالم العربي، المبادرات الاصلاحية ثقافيا واجتماعيا وفكريا، وبنهتم بموضوع الخاصة بالمواطنة المصرية، حقوق المواطنة، بنهتم بحرية التعبير عن الرأي، بنهتم بحقوق المرأة وكل ما يدخل تحت بند الإصلاح الثقافي والحوار المجتمعي. حضرتك عايزني أكلمك عن لو هنتكلم عن اليوم، الدعوات، وجود أكتر من حزب، حوالي 10 أحزاب وتاريخ شعبي. أيوة، إحنا وجهنا دعوتنا لجميع الأحزاب المصرية، وذهبنا أنا وسيادة السفيرة قابلنا رؤساء الأحزاب وقادة والقيادات هذه الأحزاب، وجهنا لهم هذه الدعوة بهدفين رئيسيين. الأول أن الناس غير المشاركين في أحزاب أو غير المنغمسين في العمل السياسي من حقهم أنهم يستمعوا بطريقة مباشرة إلى الأحزاب وماذا تقدم لهم، ويسمعوا الخيارات المتاحة ويسمعوا البرامج، ثم يقرروا لأنفسهم في أي جانب يريدون الانضمام أو على الأقل الاهتمام، أو يرون أن البرنامج جيد أو أن الأفكار المطروحة جيدة. ولذلك النصف الأول من اليوم هو عبارة عن ندوات متوازية للأحزاب المصرية المختلفة تقدم رؤاها في الموضوع الذي تختاره، وهم اختاروا مواضيعات من أول العدالة الانتقالية للاقتصاد لبناء الأحزاب. لم تفرضوا موضوعات بعينك إطلاقا، لا عنوان الندوة للحزب ولا المتحدثين بها، لكن أنا سعيدة حضراتكم لما تشوفوا معظم المتحدثين في النواة هم من شباب تلك الأحزاب. لو سألت حضرتك في الفترة اللي فيها اللي احنا عايشينها والآن التقسيم اللي حصل في مصر، هل ده أثر عليكم في دعواتكم للأحزاب؟ لا، الأحزاب الحقيقة كلهم بدون استثناء من جميع التيارات رحبوا جدا بهذا الحدث واهتموا بيه، لان احنا اشترطنا منذ البداية، عملنا لجنة تسييرية من ممثلي جميع الاحزاب حضرت معنا واتفقنا على شكل اليوم اعتمادا على قاعدة واحدة، على احترام الاخرين، احترام النقاش الموضوعي. هذه ليست فرصة لا للتصعيد ولا للمزايدات ولا لاحراز النقاط، هذه فرصة حضراتكم الناس تعرف منكم الاحزاب دي بتعمل ايه وايه رؤاها، وفرصة للاحزاب انها تستمع الى الناس غير المسيسين في هذه الايام، وهذا نادر طبعا، لكن برضو يستمعوا رايهم في هذه في الاحزاب. تاني حاجه، في مائده مستديره للنقاش بيمثل فيها بفرد واحد من كل حزب باشرف بادارتها في الساعه الرابعه حول العدالة الاجتماعية، وهو موضوع هام جدا، بس احنا بنتناوله من ناحية العملية، حضرتك هتعمل ايه في العدالة الاجتماعية وكيف ستحقق. ثم ينتهي اليوم بندوة يديرها الأستاذ يوسف فودة وفيها 7 من رؤساء الأحزاب المصرية، والندوة مفتوحة والناس هتحضرها وهيسألهم على رؤاهم بالنسبة للتحول الديمقراطي. لو سألت عليك سؤال أخير، ما حدث بالأمس هل سينعكس أو ستأثر به حوارات مصرية اليوم؟ والله أنا بالعكس شايفة إن الناس بتدرك بهذه الأشياء أهم أهمية انهم يستمعوا لبعضهم البعض الاخر، مفيش حد فينا هيقدر يقصي مصريين، كلنا من حقنا نفس الحقوق ونفس المساهمة، انا بالعكس شايفة ان دي فرصة جيدة ان الناس تدرك ان لا، ان احنا لازم برضو نتواصل في الاخر. ثانيا، احنا كجهات منظمة ملناش انتماء سياسي في هذا اليوم، نحن فقط نوفر المناخ لان الناس تعرض نفسها على الناس المختلفة. والعلم حضرتك احنا في المائدة النقاش موجود حزب الحرية والعدالة، موجود حزب النور، موجود حزب الوسط، الى جانب الدستور ومصر الحرية ومصر الديمقراطي وجميع وتيار الشعبي وجميع الاحزاب الاخرى. شكرا لحضرتك. ايضا من ضمن يعني المشرفين على هذا العمل المعهد السويدي سيادة السفيرة، يعني نعرف الناس بالمعهد السويدي، ماذا بدأ وماذا يفعل؟ نعم، المعهد السويدي بالإسكندرية أسس سنة 2000 من وراء عقد بين الحكومتين السويدية والمصرية، وإحنا يعني معهد لحوار، مش معهد لثقافة ولا للبحوث لكن لحوار. فبالنسبة لنا هاليوم يعني رمز
لنشاطاتنا الحوارية. ولو يعني في الأساس احنا يعني نعمل حوارات بين شعوب الأوروبية وشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة، لكن اليوم مختلف، اليوم حوار داخلي في بين الأحزاب المصرية. صحيح صحيح، دي من فكرة سويدية أصلها. سنة 1968 قام رئيس الوزراء الراحل مستر أولف بالما بخطاب من فوق سيارة نقل لجمهور العامة بحديقة عامة يعني، فبعد شوية شوية يعني شاف الأحزاب الأخرى أنه دي فكرة جميلة، فهالآن يعني يقومون الأحزاب كلها في خلال أسبوع واحد يوليو بكل سنة، من كل سنة بالسويد، لكن مش بس الأحزاب ولكن المنظمات الأهلية الغير حكومية أيضا، مثلا المنظمات البيئة أو المعوقين أو الأطفال أو النساء أو يعني أي منظمة. سيدي السفيرة، لو تحدثت عن يعني أداء المعهد السويدي قبل الثورة وبعد الثورة، هل اختلف أداؤه بعد الثورة؟ يعني واحد يقدر يقول أنه يعني وراء الثورة نركز يمكن أكثر على الشباب، لأنه الشباب شفنا يعني أهم جزء من المجتمع المصري، لأنه يحتاجون أيضا يعني معرفة أكثر عن الديمقراطية، عن المواطنة، إيه دي المواطنة؟ يعني لما نقابل الشباب بالإسكندرية مثلا، عندنا حاجة اسمه دردشة اسكندراني، يجوا تقريبا 40 شاب وشابة للمعهد ويعني يجادلون عن أشياء مواضيع مختلفة، لكن لاحظنا أنه قضية المواطنة دي حاجة يعني غير معروفة، إيه الواجبات وأي الحقوق بالنسبة للمواطنين. أشكرك سيادة السفيرة، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، شكرا. إذن اللقاءات بدأت منذ الساعة 11 وتنتهي في الساعة 8 مساء، حوارات بين الأحزاب، كل حزب يعرض ما لديه من موضوعات على الجمهور الذي يبادله النقاش، ثم بعد ذلك دائرة مستديرة حول مع مجموعة من الأحزاب تتحدث عن العدالة الانتقالية. هل ستضفي ما حدث بالأمس على هذه الحوارات؟ هل سيكون لها موضع من النقاش أو الحوار؟ هذا ما سيسفر عنه اللقاءات التي ستجرى تباعا، وسنوافيكم بلقاءات مختلفة من داخل هذه القاعات مع مشاركين في هذه الندوات.